مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. اولا طبعا وحشتوني جدا، يعني انا كنت الاسبوع اللي فات اجازه، فمشتاقه لكم جدا جدا جدا، وشكرا لكل الناس اللي اهتمت وسالت عليا، والناس بقى قلقت بقى وبتاع، بس يعني انا كنت بقى محتاجه كده اجازه، يعني افصل شويه عن كل جو الشغل، خصوصا احنا الفتره الجايه بتكون عندنا شغل تقيل قوي، فكان محتاجين كده في النص نقف ونقول بس ستوب، ان لبدنك عليك حق، وناخد اجازه. فانا سعيده جدا ان انا رجعت معاكم النهارده، راجعين بحلقه شاورما. هنعمل شاورمتين، فراخ ولحمه. الفراخ هنعملها سيخ، واللحمه هنعملها طاسه، وانتوا تقدروا تبدلوا براحتكم، يعني ممكن الفراخ تبقى هي الطاسه واللحمه تبقى هي السيخ زي ما انتوا عايزين. المهم ان انا هعلمكم الطريقتين يعني، وانتوا بقى براحتكم في ايه، في الحركات في السوا. يلا بينا سيخ شاورما الدجاج نبدا بيه. سيخ شاورما الدجاج هنعمله بثلاث ارباع كيلو صدور دجاج صحيحه، احنا مقطعينها شرايح رفيعه، ما تبقاش رفيعه قوي يعني، ولا تبقى تخينه قوي يعني، الصدر ممكن يتقسم نصين يبقى حلو قوي. كوبايه من البقدونس المفروم، وبصلتين حمر جوليان، وثلاث طماطمات مكعبات شايلين منهم البذر. التتبيله هتكون نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه هنا معناها نص كوبايه عياريه مش نص الكوبايه التجاريه بتاعه الزبادي، وزيت نباتي، معلقتين صغيرين من القرفه الباودر، نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، معلقه صغيره من الكباب الصيني، معلقه كبيره من السماق الباودر، ومعلقتين صغيرين من البابريكا، رشه من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. وعشان نرص السيخ نفسه محتاجتين بصلتين كبار وسياخ خشب، يا ريت تكون تخينه. تعالوا نبدا بالتتبيل، يلا بينا نتبل شاورما الفراخ، وعايزين بقوله كبيره. انا عارفين بقى عامله ايه، عامله زي اللي هو ايه ده، هو احنا كنا بنطبخ ازاي، عامله كده بالظبط، ناسيه كل حاجه. وناسيه كل حاجه فين؟ الاسباتشولات هنا. والتتبيلة هتكون عبارة عن الزبادي مع التوابل مع شوية زيت، البابريكا، القرفة، الحبهان، جوزة الطيب رشة بس مش كل ده طبعا، دي الكبابة الصيني، دي الكبابة الصيني، خلاص ما انا خدت بالي، جوزة الطيب عندي، وادي، لسه محتاجة شوية، عارفة العربية في التليين، سارة في التليين، وشوية ملح على قد الفراخ، وشوية فلفل، انهي واحد؟ مفيش فلفل الوان، تمام؟ يلا بينا. انا بحب احط شوية مية صغيرين جدا جدا، يعني قد معلقتين كبار كده، بيخلوا التتبيلة طرية اكتر وبتتشربها الفراخ احسن. وبحب طبعا احط زيت ضروري عشان ايه، نطري الفراخ، ما نضطرش بعد كده لا ندهن زيت ولا حاجة، بيبقى هو في التتبيلة على طول. مضرب سلك، نقلب بيه كل الكلام الجميل ده مع بعضه. تقليبة حلوة، وخلاص جهزت التتبيلة. كل اللي هعمله دلوقتي اني هاخد شرايح صدور الفراخ اللي عندي اغلفها بيها، وشكرا، يبقى كده تمت العملية بنجاح. هنحوش الوسك ده عشان هنحتاجه واحنا بنعمل تتبيلة اللحمة، بدل ما نوسخ واحد تاني، ويلا بينا على التتبيل. البس الجوانتي المتين واتبل بايدي بقى براحتي. ندخل الساعة كمان لو هنفضل يعني نقلعها، يا ندخلها جوه الجوانتي كده فما تتبهدلش. يلا بينا. ادي الفراخ، بصوا الفراخ احنا مقطعينها ازاي اهو، شرايح. اطلعوا لي شوية، شكرا. شرايح بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، الصدر تقريبا قاسمينه اتنين وده كافي جدا. هننزلها كلها، التتبيله ونقلب. وهتلاحظوا حاجه يا جماعه، انا ما حطيتش السماق
مع تتبيله الفراخ. السماق هتتفرك بعد كده بالبصل، فالسماق هو التابل الوحيد في المقادير اللي مش هيدخل في التتبيل عشان ما حدش يتلخبط ويحطه. الفراخ اتبلت وشكرا جزيلا، هنحطها كده على جنب لحد ما نتبل اللحمه، وناخد تليفون من مدام ناديه. مدام ناديه اهلا بيكي. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وحشتوني اكتر والله يا مدام ناديه. عامله ايه يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي. عاملين ايه كلكم؟ كلنا زي الفل يا حبيبه قلبي، الحمد كل لله. كل الكاست عند حضرتك واسرتك الكريمه، كله تمام؟ كله بخير وزي الفل. الحمد لله، ربنا فاكرني بالخير يا ساره والله. يا رب دايما يا حبيبتي. الحمد لله على نعمه ربنا. يا رب دايما فاكرنا كلنا بالخير. كنت قاعده في امان الله في البيت، وقعت على دراعي اتكسر والله. الله. والله. مش بقول لك ربنا فاكرني بالخير. معلش بيشيل عنك، بيشيل عنك اول باول. الحمد حلو. لله ده نعمه، اقسم بالله ما بزعل يا ساره. الحمد لله يا حبيبتي. اقسم بالله ما بزعل، الحمد لله. لا ولا تزعلي خالص. يا حبيبتي. الحمد لله. ايه جمال النهارده بقى اللي عامله لنا ده؟ حبيبتي حبيبتي، حلقه الشاورما دي من حلقاتنا المفضله. جميله جميله، ولا حلقه الفشار يا ساره؟ حبيبتي يا مدام ناديه. خليني اقوم على طول اعمل فشار، بقيت بعمل زيك. تسلم. اما جوع بالليل اعمل شويه فشار. احسن وكله. حاجه، احسن حاجه. لا والله جميله، بسم الله ما شاء الله. تسلمي يا حبيبتي. تنفس حرير والله. تسلمي يا مدام ناديه، شكرا جزيلا ليكي حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. وتعالوا يلا نتبل اللحمه. شاورما اللحمه هنتبلها ازاي؟ نفس التتبيله تقريبا، نص كوبايه من الزبادي وشويه زيت نباتي ومعلقتين صغيرين من القرفه الباودر ونص معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقه صغيره من الكباب الصيني ومعلقه كبيره من السماق، برده مش هتدخل في التتبيله هنخليها على جنب، معلقتين صغيرين بابريكا، رشه جوز الطيب وملح وفلفل اسود. وممكن كل التوابل دي يا جماعه تتحط على الفراخ، على اللحمه اسفه، في الطاسه لو ده اللي انتوا عايزينه، بس يعني طبعا التتبيل دايما ليه اثره. انا حطيت البابريكا، حطيت الكباب الصيني والزبادي، وادي القرفه، وادي الحبهان، برده السماق سايباها على جنب. نفس الكلام هنحط الملح والفلفل ورشه جوزه الطيب. ما نحطش بقى الحاجة اللي مش هنعملها سيخ، اللي هنعملها طاسة ما تحطولهاش مية أرجوكم. وحتى ما فيش داعي للزيت قوي، احنا ممكن بس ايه نقلب التتبيلة كويس جدا. لو لقينا ان هي محتاجة تتخف بشوية مية صغيرة خالص ممكن، بس يعني اتمنى ان احنا ما نضطرش نعمل كده، والافضل ما نعملش كده. ادي التتبيلة، انا احط لها شوية زيت مش هحط مية. وناخد مدام هدى على التليفون واحنا شغالين. يا مدام هدى اهلا وسهلا. اهلا بيكي، سلم ايديكي على كل اللي بتعمليه. تسلمي يا رب، اشكرك يا مدام هدى. انا معاكي باستمرار. منوراني يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. انا كنت عايزه اسال بس على الخلطه بتاعه الفراخ، فاتتني معلش، لو فيها تعب. ولا اي تعب، تامرينا حالا تنزلك على الشاشه، تامرينا يا مدام هدى. يلا يا نور نزليها لمدام هدى. شكرا. تتبيله اللحمه اهي، حطناش ميه خالص عشان دي طاسه. عايزه بقى اعمل ايه قبل كمان ما تبل اللحمه، يعني قبل ما ارجع اتبل، انا عايزه اخد ناخد ايه يا ساره؟ ووك ولا طاسه يا ساره؟ انا برضو بقول طاسه عشان تبقى مفروده اكتر، فايه ناخد اكبر طاسه عندنا في البيت ونعلي عليها النار خالص عشان عايزين الطاسه دي تبقى سخنه مولعه. لازم اللحمه تنزل الطاسه، تكون الطاسه بتطشطش كده من كتر ما هي سخنه. ناخد اللحمه وننزلها في التتبيله. وهنقلب. الموضوع طبعا بسيط خالص. طبعا لو احنا هنعمل اللحمه دي سيخ هنخليها بقى شرايح زي البوفتيك كده. تبلت اللحمه، شكرا جزيلا. يبقى كده بقى عندنا لحمه متبلين، لحمه متبله وفراخ متبله، كل لحومنا اتبلت اهي، هنحطها جنب بعض. في حاجه عماله تزن جنب السماعه يا جماعه، شيلوها، موبايل ولا ايه ده؟ هرامي زن. لا افصلوها وخلاص. وكده بقت اللحمه والفراخ متبلين. ادي اللحمه
وادي الفراخ كله متبل وجاهز انه يترص. طبعا اللحمه هتنزل في الطاسه سخنه، الفراخ هتترص سيخ. طيب ناخد اللي هتترص سيخ نبدا بيها. هنجيب كده صينيه، طبعا لو عندنا مفرش سيليكون يا ريت يا ريت جدا، وهنحط البصلتين دول كده، وهنجيب الاسياخ الخشب ونيجي كده في النص نضرب السيخ. طبعا هو بيبقى جامد على الايد بس انا هقول لكم تعملوا ازاي بحيث ان الموضوع يبقى بسيط. هنتعامل مع كاننا بندق يعني بشاكوش. نلبس بس جوانتي تاني، ممكن بصله واحده على فكره بس انا افضل بصلتين عشان قطع الفراخ تبقى مفروده كويس. وطبعا رفيقتنا وصديقتنا الصدوقه في الشاورما اللي هي كلمه ليه شاورما البيت مش زي المطاعم، والله اللي هي والله التتبيله ما بتفرق، كل التتبيلات حلوه يعني بتفرق طبعا بس مش هي الحاجه الجوهريه. الحاجه الجوهريه طريقه السوى واضافه اللي هي اللي بتودي الشاورما في حته تانية سواء للحمه او للفراخ. انا عندي شويه ليا هنا مقطعاها حتت صغيره دي للطاسه، وعندي شويه ليا مقطعاها شرايح دي للسيخ. فهنعمل كده، بصوا احنا بقى دقينا حطينا البصله الاسفل انا عملت بالمشقلب اصلا، حطينا السيخ في البصله. طب جامد على ايدي يا ساره مش قادره ازقه، وهتقومي قلبه كده وتضغطي، مش هتتخسر. لا لا ما تخافش، مش انت انا قلت ايه؟ انا نسيت الكلام، راجع من الاجازه ناسي الكلام كمان. بس كده بالراحه هودوها اهو، خلاص ادي دخلت واحده. نيجي على الثانيه، والله بعملها في البيت بالشاكوش بتاع اللحمه فعلا. بس كده اهو بقى عندي السخين والبوز الرفيع فوق عشان يقدر ياخد حته الفراخ. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي اعمل التالي. انا دلوقتي برص السيخ يا جماعه، اولا ما تشغلوش بالكم ارجوكم بالحنتفه خالص، الموضوع ابسط مما تتخيلوا، احنا اصلا هننيمه على جنبه فمش لازم حتى يقف. باجي كده واقوم جايه اخده كده ايه حته ليا حطاها في النص. ما هو انا ما يعني عشان اعمل كده انا طيب اخد الحاجه ازاي كده؟ تمام ناخد كده، استنى اهو، وممكن بقى حته ليا المره دي هنا. تشغلوش بالكم قوي يعني السيخ اتعوج الفرخه مع كل ده والله ولا فارق، تشغلوش بالكم ابدا بحاجات مش هتفرق. اهو انا بحط شريحتين فراخ وحته ليا، مش بحط كل شريحه، قال يعني هي كده ايه هتبقى خفيفه يعني. بس هي بتبقى الحقيقه يعني الدهون بتاعه ليا الصراحه هي اللي بتخلي الشاورما شاورما، مش هكذب عليكم. حته كده بحط مره شمال ومره يمين عشان يبقى فيه توزيع عادل للي. نيجي بحته كمان والمره دي نحط حته ليا هنا. تاني وناخد حته ليا هنا. فراخ فراخ تاني، كل ده انا سايبه الطاسه فاكرين بتسخن. ناخد حته ليا كمان طبعا. نقدر نعمل ده بقى قد ما احنا عايزين ولا مشكله، عايزين نعمله ب 2 كيلو ب 3 كيلو. انا عامله سيخ صغير بيتي كده على قد عيله
تاكلوا مش اكتر من كده. لكن طبعا انتوا عندكم مناسبه، عندكم تجمع، عندكم شله صحاب، ماتش، وعايزين تعملوا حاجه لذيذه، كل الكلام ده ينفع طبعا فيه الفكره دي، وتعملوها بقى بالكميه اللي انتوا عايزينها. كل موضوع هنكبر الصاج اللي بنشتغل عليه، وهنكتر كميه الفراخ، ونزود التتبيله، ومش اكتر من كده. يعني مقدار التتبيله اللي انا عاملاه ده يكفي لحد كيلو كده، اكتر من كده لا، هتقوموا جايبين ايه تتبيله اكتر. حتى لو حته الفرخه كده بصوا مقطوعه مفيش اي مشكله، ولا يفرق معانا حقيقي في اي حاجه. هي في الاخر الشاورما ايه غير ان احنا بنقطعها حته ليا كمان. احنا طبعا مقطعين اللي هي شرايح، وخلوها شرايح رفيعه بقدر الامكان، لو ممكن كمان ارفع من اللي موجود عندي يا ريت. وادي اخر، لا هو انا اصلا ما بوقفوش، انا بخليه على جنبه، وهقول لك ليا يعني وجهه نظر في الموضوع ده. وجهه نظري في موضوع ان انا بخلي السيخ على جنبه، ان لما بخليه واقف اللي هي دي بتقعد تسيح وبتنزل كلها في الصينيه، ولكن انا ما استفدتش بان الفراخ قاعده تاخد طعمها. لكن انا بعمل ايه؟ بخليه كده على جنبه. الجنب ده اتظبط واتحمر واتكرمل واتروق، اقوم قلبه على الناحيه الثانيه. وده طبعا بيدي طعم احلى بكتير. باخد كل التتبيله الباقيه دي، بقيش منها اي، ما سيبش منها اي حاجه، وبغطي بيها السيخ. طبعا بتفرق جدا كمان، لانها بتفضل تطر طول ما هو بيستوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بالظبط كده، وبعد اذنك بس نمسح الطاسه، عشان انت عارف انا ما بحبش التوسيخ الاوفر، بس هي بتنقط غصب عننا. بس ما فيش مشكله ان احنا قبل ما ندخلها الفرن نمسح الاطراف كلها. طيب ادي كده السيخ جاهز، انا هسيبه على الناحيه دي، وبعد شويه هقوم قلبه على الناحيه الثانيه. طب يا جماعه السوى ازاي؟ درجه حراره عاليه 200 مثلا، الحراره من فوق وتحت، ولو عندي مروحه توزيع حراره قطعا هشغلها. واخد الصينيه القمر دي كده زي ما هي، ادخلها الفرن السخن. لازم يكون فرن سخن، فرن سخن درجه حراره 200 220، مفيش مشكله، حراره من فوق وتحت، ولو عندي مروحه توزيع حراره اشغلها. طيب هنعمل ايه في اللحمه؟ انا هنزل اللحمه على النار ونطلع الفصل اللي انت عايزه. انا عندي هنا شويه ليا اهو، هنزل اللي هي دي، اللي هي دهون فبتسيح. هتبدا تسيح وتنزل الدهون بتاعتها. انا يعني هحط كله الحقيقه، ومعاها كده عشان ايه اساعدها، بس هديها نقطه زيت. احنا اوريدي مش حاطين في اللحمه خالص، فدي الدهون الوحيده اللي عندنا. ادي نقطه الزيت، وانا كده بعمل زيت طعمه مش طبيعي. تقليبه كده، والطاسه بتاعتي سخنه جدا، وده بالظبط اللي انا برضو كنت عايزاه، عشان احنا اتفقنا ان ما ينفعش اللحمه تنزل في طاسه بارده. هاخد اللحمه، ومش عايزه يا جماعه الكب ده، يعني لو نمسك الطبق نكبه في الطاسه نقوم في ثانيه منزلين ميه اللحمه ومنزلين درجه حراره الطاسه وعاملين قلق كبير ما كانش ليه اي داعي، وهنبوظ جزء كبير جدا من جوده اللحمه. بالراحه انت يا عم، في ايه يا عم؟ اصبر بقى يا عم، الفن بياخد وقت يا استاذ جيمي. ننزل كده بالراحه، لو احتجتوا تعملوها على طاستين اعملوها على طاستين، ولا انكم تزنقوها. يلا بينا، نزلت اللحمه في الطاسه، والله يكرمكم. ما نقعدش بقى نقلب، نسيبها. بنسيبها ليه؟ عشان تتكرمل والمسام تقفل، فبالتالي ما تنزلش الميه بتاعتها. مش عايزين نقلب كتير، نوزع بس كده، نتاكد ان كل اللحمه لمسه الحراره المباشره من الطاسه. وهسيب اللحمه كده زي ما هي، وتطلعوا فاصل صغير جدا ترجعوا منه نكمل حلقتنا، مستنيكم.
ورجعنا من الفاصل، وطبعا انا مش محتاجه اتكلم كتير، الموضوع باين، الموضوع باين. ويا جماعه مش عايزين نخلي الشاورما كتير على النار، مجرد انها تاخد تشويحه صغيره وكرمله بسيطه كده، عايزين نطلعها قبل ما تنشف تفضل جوسي وجميله كده. فانا هدوق اشوف استوت ولا لا. وطبعا يعني نوعيه اللحمه اللي احنا بنكون مستخدمينها اللي هي شرايح بفتيك، المفروض انها قطعيه بتستوي بسرعه جدا. ناخد حته صغيره نشوف ايه الاخبار. شكلا عظمه، بس طعما بقى واستوت ولا لا. ايه الطعم ده؟ بس عايزه شويه على النار. عارفين اللي اطرافها استوت خلاص، بس من النص لسه عايزه السيكه، هي بالظبط كده. فاحنا هنسيبها السيكه دي قبل ما نقول الرز هنعمله ازاي. عايزين بقى فتت شاورما وحركات النهارده، فهنعمل فتت شاورما ازاي من غير رز اصفر؟ يلا بينا على الرز الاصفر على طول. هنعمل الرز الاصفر بتاع المطاعم اللي بتحبوه جدا، بالتحديد يعني المطاعم السوريه. 4 كوبايات من الرز البسمتي ذهبي او ابيض، كله يمشي، بس هو يعني الذهبي هيظبط اكتر في الوصفه دي. 8 كوبايات من مرقه الدجاج، زيت نباتي، معلقه كبيره من السكر، 4 ورقات من اللورا، و8 فصوص من الحبهان الصحيح، 8 حبات من القرنفل، 2 عود من القرفه الخشب، معلقه كبيره من الزعفران الباودر، وملح. واذا حابين تقدروا تحطوا معلقه صغيره من ميه الورد، وهي بتدي طعم جميل جدا، بس مش كل الناس بتتقبل الفكره قوي. فانا قلت النهارده هعمله من غير ميه ورد، انا كل مره بعمله بميه ورد. يلا بينا. الرز جاهز، هنحط الزيت ومع الزيت عايزاكم تحطوا كل التوابل الصحيحه، تطقطق كده وتبدا تصحى وتفوق وتطلع لنا كل ريحتها. ونيجي هنا على المرقه ندوب الزعفران الباودر والسكر، وناخد من يا نور ام رقيه معانا على التليفون. يا ام رقيه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا شيخ؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب وبالصحه والسلامه. انا قلت اسلم على حضرتك بس مش اكتر. تسلمي لي يا رب، يخليكي يا جميله، شكرا جزيلا، نورتينا حبيبتي وشرفتينا. اللحمه يعني دقيقتين كمان وهشيلها. وهنا انا حطيت زي ما قلت لكم السكر والزعفران الباودر بشوكه كده او بمضرب سلك، هديهم بس تقليبه ندوب. رز المطاعم يا جماعه، عشان كلكم بتقعدوا تقولوا لي انا عملته في البيت وما طلعش نفس الحاجه، انتوا بتعملوه بكركم. هو ما بيتعملش بكركم والله العظيم، بيتعمل بالزعفران اللون ده. الزعفران الباودر ما بيديش طعم يسكر، ولكن بيدي لون، هو بيتعمل بيه، هو ده اللي بيطلعه الطعم بتاع الجاهز. الدنيا هنا تمام جدا. اللي هعمله اني هاجي اصب المرقه ننزل كل حاجه في، بصوا الزعفران فضل منه حبه نزلتهم، خدوا بالكم الزعفران ده لو جه على اللبس شكرا، باي باي حبيبي، باي باي، مش هيطلع. فدايما كده وانتوا بتحطوه اعملوا حسابكم بس تبقوا بعاد عن الحله شويه. نقلب بحيث ان الحبه الزعفران اللي اتكتلوا دول يدوبوا، والسكر وكده. الميه جاهزه لاستقبال الرز، بقت فيها التوابل وطعمها وزيتها وزعفرانها وسكرها وكل حاجه موجوده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل الرز تقليبه، وانا شايفه من المقدار كده انه محتاج شويه ميه، هزودهم. طبعا الملح واللحمه هنا، الشاورما هشيلها من على النار خلاص، كفايه جدا عليها بالظبط. ممكن نغطيها زي ما نور قالت، بنغطيها ليه؟ اللحمه ترتاح. يعني ايه اللحمه ترتاح؟ هي كانت تعبانه يعني، كانت في الماراثون؟ لا،
لحمه ترتاح يعني اللحمه تبرد في العصاره بتاعتها فتتشربها تاني. طب ماشي، استفدنا ايه برضو؟ ما هي لما تتشربها تاني هتبقى طريه. فبنقوم جايين كده حاسبوا على ايديكم بس، سيبوها على جنب تفضل تشرب في العصاره بتاعتها وتبقى زي الفل. وهنا المرقه والميه بتغلي اهي، ناقص نحط الملح قبل ما نقفل عليه القفله النهائيه لحد ما يشرب ميته. ممكن كمان ننقله هنا على العين الكبيره بما انها فضت. نحط الملح مع مراعاه طبعا ان احنا ساقيين مرقه، فمش هنحتاج مقدار الملح كامل، اعتقد ده هيكون كفايه جدا. ما بنحطش فلفل اسود خالص. وهقلب قبل ما اغطي عشان بس اوزع الملح. خلاص شكرا. لو كنا عايزين نضيف اضافه ميه الورد، انا بعملها في البيت بتبقى جميله جدا، ومش مش هتدوقوا طعم ميه ورد، يعني انتوا هتدوقوا طعم حاجه حلوه، يعني الرز هيبقى مظبوط بس انتوا مش ضايقين ميه ورد خالص. لو كده بضيفها مع المرقه والزعفران وانا بقلب، بدوبها معاهم برضو واضيفها، بس طبعا براحتكم. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا شيماء. ناخد شيماء الاول على التليفون. يا شيماء. شيماء يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف سارة معايا؟ معاكي حبيبتي، اتفضلي. كل سنة وانت طيبة الأول بمناسبة شهر رجب. وانت طيبة وبالصحة والسلامة يا رب. من فضلك، أنا كلمت شيف محمد من شوية. بمناسبة النهاردة 20 رجب. تمام. فمن فضل حضرتك بس دعاء حلو كده لشهر رجب. والامهات اللي هي زعلانه من عيالها كده، يا رب تواصل كده مع بعض. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين، ربنا يهدي الحال للجميع يا رب، وما يجيبش زعل ابدا لاي اسره. وربنا يبعد الحزن عن كل قلوبكم بحق الشهر الجميل اللي احنا فيه، ومحدش ابدا يشوف حاجه وحشه، لا انا ولا انتم ولا اي حد. محمد حامد يعني ايه لما رجع بقالي بقى 6 ايام بحالهم ولا اكتر كمان، فاول ما شافني انت جيتي، علشان دايما الشيف بيتاثر جدا بغياب الشيف اللي قبله، والشيف اللي قبله بيتاثر بغياب الشيف اللي بعده. ليه؟ عشان هم اتعودوا يشوفوا بعض كل يوم، يعني انا اتعودنا كل يوم هو طالع من حلقته وانا داخله حلقتي، فتعودنا ان في لقاء، ففجاه كده ايه ده؟ في حد مش موجود. نفس الحاجه بحسها بالظبط لما حمد يكون مش موجود. فدايما الشيفات اللي قريبين من بعض في المواعيد اللي ورا بعض على طول تحسهم ايه؟ يحلفوا بغربه بعض لما حد فيهم ياخد اجازه. احنا بنجهز دلوقتي البصل بتاع الشاورما. ني يا ساره؟ اه ني يا ساره. اللي عايز الشاورما يبقى طعمها زي الجاهز ما يحطش البصل على النار، واديني قلت ما يحطش البصل على النار. ممكن يحطه يعني ثانيه بس، اللي هو يقعد بقى طول الوقت السوا ده على النار لا، ما بقتش خلاص شاورما. بنعمل ايه في البصل ده؟ بنحط له السماق اللي قلت لكم اركنوها لي على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه. انا عامله بصل للشاورمتين، ادي السماق، وعايزه كده القي نظره. الله الفرن ايه على اشده، هوريكم بس بعد ما نخلص البصل. وهنعمل ايه في البصل ده من غير لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه؟ عايزاكم تفركوا او تدعكوا البصل كويس جدا بالسماق. فاللي بيحصل ان السماق طعمها بيتخلل جدا في البصل، وبتبقى كده ظابطه مش طبيعيه للشاورما. ده هنضيفه بعد كده على الشاورما، ادعكوا بس كويس كده. كده 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 بس اهي بقت تمام. طيب هنعمل ايه تاني؟ انا هجيب البصل على جنب كده، وهخلط هنا على الجنب ده الطماطم مع البقدونس. ما خلطتش الاثنين على بعض ليه؟ عشان ابقى براحتي احط بصل على راحتي. في اللي بيحب بصل قليل، في اللي بيحب بصل كتير، فانا هفصلهم عشان ابقى على مزاجي. اللي في الفرن امان جدا اهي، الطماطم مع البقدونس. طبعا البقدونس ده روح الشاورما، اللي حابب يحط لها نعناع طازه كمان بيخليها ابو حيدر ستايل على الاخر، وهتتبسطوا مني قوي. ايه
ايوه يعني على اساس مثلا ان يعني ما تشلنيش يعني، ده فولكلور، ده فولكلور، ده مش سبونسر، ده فولكلور. بالظبط، في ناس كده فولكلور اسمهم يتقال في اي حته. ايوه ده اعتراض في محله، ده بس ده التاني لا، دي حضرتك موروثات ثقافيه. نقلب كده واحنا بنكلم هند. يا هند يا جميله، اهلا، ازيك يا شيخ ساره؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ والله كنت نفسي اكلمك قوي من زمان. يا حبيبه قلبي، يعني كل تاخيره وفيها خيره. حضرتك ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي جمبري، بس جمبري متقشر، يعني عايزه اعمله يعني شوربه. شوربه ممكن ولا لا؟ اه طبعا ممكن. ايه بس بصي، يعني اكون صريحه معاكي ولا جملك؟ لا صريح. عمر اللي مقشر ما هيدي مرقه حلوه، هي المرقه بتيجي من القشر والراس. اه فهتبقى يعني طعمها عادي خالص، مش هتحسي بطعم ولون الجمبري القشر. المرقه الاورنج الحلوه بتاعته دي مش هتاخديها من جمبري مقشر خالص. ماشي. فانا افضل ان ده مثلا تعمليه مقلي عشان ما بقاش ايه بقول لك اي كلام وخلاص. افكر، استنى، في الترند بتاع اسمها ايه ال بتاع اقعد سنه يمكن اكتر. لسه بفكر. انت ونصيبك بقى. تقليبه صغيره كده للرز القمر ده، شايفين لونه عامل ازاي؟ ما بنقلبش كتير، انا بس بطمن. واول ما يشرب ميته يا جماعه خالص هنوطي عليه النار. انا عاملاه في حله كبيره عشان يبقى كده براحته وينفش ويعيش حياته وما يبقاش عندنا زنقه خالص. هترجعوا لي بعد فاصل صغير نعمل مخلل الخيار اللي هيكمل الفته بتاعتنا النهارده والساندوتشات. يلا فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل. الرز شرب ميته، فبصوا وطيت عليه النار خالص وسايباه بقى ايه يكمل سواه على البخار براحته خالص. ندخل على مخلل الخيار عشان عندنا مخلل وتوميه كمان عايزين نعملهم. طبعا بصوا بقى، شاورما الفراخ اللي في الفرن عايزين نقلبها، وانا هجيب طنجة او مساكه او اي حاجه. عايزين الناحية التانية تاخد نفس الكرملة اللي أخدتها الناحية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي. وخلاص هي هانت يعني. حاجة بس طبعا صدور فراخ متقطعة شرايح رفيعة ما بتاخدش وقت، ومتبلة كمان ما بتاخدش وقت كتير في السوا. مخلل الخيار يا حبايبي هنعمله ازاي؟ عندنا كيلو من الخيار مقطعينه شرايح، قطعوا زي ما انتوا عايزين براحتكم خالص. اربع فصوص من الثوم وكوبايه من الخل وثلاث كوبايات من الميه وثلاث معالق كبيره من السكر ومعلقتين كبار من الملح. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد كل الكلام اللطيف ده، خل، سكر، الثوم، معلقتين كبار من الملح، ادي معلقه وادي التانيه، ونخف الخليط ده اللي هو محلول التخليل بالميه. احنا قلنا ثلاث كوبايات من الميه يعني تقريبا كده. وهنحط الخيار، طبعا اللي انا صبيتها دي ميه مغليه، في الميه دي. ده مخلل الخيار السريع اللي مجرد ثواني هيكون جاهز معايا. تقليبه كده بس، ثواني وهنشيله من على النار. خلصنا مخلل الخيار، ندخل على التوميه. هنعمل التوميه ازاي؟ احنا هنعمل توميه النشا، وتوميه النشا مقاديرها كالتالي. يلا بينا.
معالق كبيره من النشا وكوبايه ونص من الميه، 3 فصوص من الثوم، معلقتين صغيرين من عصير الليمون، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزبادي، والنص ده نص كوبايه عياريه مش نص كوبايه اللي على الشركه، وملح. بس كده دي التوميه بتاعتنا. وعندنا كمان صوص طحينه. صوص الطحينه يا جماعه هيكون كوبايه من الطحينه وكوبايه من الزبادي واربع فصوص من الثوم المفروم ونص كوبايه من البقدونس المفروم، ربع كوبايه من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من الخل وزيت زيتون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه صغيره من البابريكا مع معلقه صغيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. وهنبدا دلوقتي نعمل الاثنين. عايزه، حاسه ان انا عندي حاجات كتير بيتريقوا عليها عشان بقرا بسرعه. خلوا المقادير على الشاشه شويه، خلوها على الشاشه شويه عشان انا قريت بسرعه قوي. ادي الطحينه، عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل، الزبادي، الكزبرة، الكمون، البابريكا. طبعا كل اللي انا بعمله ده تقدروا تشطشطوه لو عايزين شطة براحتكم. الثوم المفروم والبقدونس تقليبه كده. طبعا مضرب السلك بيديني نتيجة احسن، فانا هجيب مضرب سلك دلوقتي. بس الاول عايزه ادي رشه ملح للطحينه، بس كده، ومضرب. خليني اشيل الحاجات الفاضيه الاول برضو. ونيجي نقلب لحد ما نلاقيها ناعمه خالص، ولو لقيناها تخينه، لان انواع الطحينه بتفرق، مش بالضروره تكون بالظبط نفس الحاجه. لقيتها تخينه مكلكعه مش راضيه تفك، ماسكه كده في بعضيها. ايه تصحي، نشيل ده ونجيب واحد تاني ونوقعش على الارض. لقيناها تخينه زي ما قلت، تقيله ماسكه مكتله، شويه ميه مغليه او ميه دافيه حتى هتظبطها على طول. بس ما اعتقدش اصلا انكم هتحتاجوا ده. تقليبة، انا هحط سنة مية صغيرة بس عشان تبقى صوصي كده. حطيت قد مثلا معلقتين كبار او يعني ربع كوباية بالراحة. وبس كده صوص الطحينة بقى جاهز وزي الفل. هنشيل، انا عماله اجمع كل اللي احنا محتاجينه للتقديم. الطحينه اهي جهزت، وهنا الفراخ خلاص حلو قوي كده عليها. محتاجين نقفل عليها ونسيبها، يعني انا هقفل الفرن اهو وهسيبها تهدى جواه، فشويه الحراره اللي هتفضل عبال ما هي تهدى هتكون كفيله ان هي تظبط لي الدنيا. يلا بينا نعمل التوميه. والخيار هنا عندنا معاه، مجرد ما الخيار ياخد الغلوه بتاعته هنشيله من على النار على طول. التوميه يا جماعه بقى، مقدار الميه فكريني يا نور قد ايه؟ ميه للتوميه فكريني قد ايه؟ كوبايه ونص. نعير عشان نبقى صح. كده كوبايه ونص. العيار بيضمن لنا ان حاجه تطلع مظبوطه، ما دام حاجه مكتوب فيها عيار محدد لا، الافضل طبعا ان احنا نمشي عليه. وادي النشا، مضرب سلك. لو هقول لكم على خدعه تركايه كده، لو انتوا عايزين التوميه ما يبقاش طعمها قاسي قوي في التوم، ما يبقاش شديد قوي، حطوا الثوم دلوقتي على النار. لو اخد تقلبتين ثلاثه كده مع
الحراره طعمه بيهدى بكتير. لكن لو انتم من الناس اللي بتحبوا طعم التوميه عادي التوم باين فيها، خلاص ما تعملوش الحركه دي. وانا بحب التوميه بطعمها العادي فهخليها زي ما هي. الخيار هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اخد الغلوه بتاعته. طيب هل انا محتاجه اسيبه اي وقت تاني على النار؟ لا خلاص، هو على قد الغلوه دي كده كفايه جدا. بقوم اخداه وجايباه هنا، بقى عندي خيار مخلل حرفيا في اللحظه دي، مش محتاجين اكتر من كده. يلا بينا. التوميه هفضل اقلبها باستمرار لحد ما تتقل وتبقى زي المهلبيه، نشا وميه عايزينه يتقل، فلحد ما تتقل انا هفضل واقفه كده بقلب وحضراتكم تطلعوا من فاصل صغير جدا عبال ما ارجع لكم مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبصوا بعد التقليب على النار بقت بالقوام ده كانها مهلبيه، بس طبعا لا فيها سكر ولا فيها اي حاجه، هي ميه ونشا بس. دي يا جماعه ما ينفعش نستخدمها وهي سخنه، لازم نستخدمها وهي بارده، فبنسيبها على جنب تبرد تماما ونستخدم. محضرين احنا واحده من قبل الهواء بارده، لان هي لو سخنه مش هتربط التوميه ومش هتمسك معانا خالص. بقت كده بعد ما سخنت هنضيف لها البوله دي احسن، وانا بستخدم الهاند بلندر التانيه دي مزعجه عشان ليها حروف من تحت. فننقل النشا اللي بالميه، الزبادي، التوم، عصير الليمون، وطبعا ملح. ونضرب كل ده مع بعضه بالهاند بلندر. بضرب بالهاند بلندر ده لا يعني اطلاقا ان الكبه او الخلاط ما ينفعوش، كله ينفع ما فيش مشكله خالص. هنزل شويه من الزيت، وممكن انزله كله الحقيقه، هي مش حساسه قوي. وهبدا اضرب، ادي بس تقليبه كده الاول واضرب. بقى عندنا تومية لمعة كريمي زي الفل وقوامها فوق الممتاز. هنشيل الهاند بلندر ونشيل الحاجات الفاضية دي بالمرة، ونيجي بقى لمرحلة التقديم. عايزين بس ندوق دي نطمن ايه الاخبار. يم تحفه. التوم بقى براحتكم، يعني انتوا عايزين توم كتير عايزين توم قليل، يعني دي حاجه ذوقيه شويه. والخيار المخلل تعالوا اوريكم، ده احنا محضرينه من قبل الحلقه واللي عملناه في الحلقه اهو. فالاتنين الصراحه طالعين زي الفل، انا بس عاملين من قبل كده عشان هيبقى سخن، فمش منطقي ان احنا نستخدم مخلل سخن. وصوص الطحينه جاهز ومش ناقص غير التقطيع، سيخ الشاورما اللي طلعناه اهو. شايفين شكله؟ تحفة. محتاجين
نفك السيخ. السيخ دي على فكره ممكن تنقعوها في ميه. البصلتين دول بقى مش عايزه اقول لكم طعمهم بيبقى عامل ازاي، بيبقوا حاجه كده اجرام بالظبط. يتعملوا بقى سلطه خضار مشوي، يتعملوا بابا غنوج، يتحطوا في الطحينه، يعني هم مطرح ما هيروحوا هيبقوا حلوين. وانا بحب اجيب السيخ بتاعي كده زي ما هو، وسكينتي الحاميه، وابدا اقطع كده. ما يعني ما اقدمش يعني استاذ ماله. بصوا كده، عايزين بقى تسيبوا حتت، لو في حتت من اللي عايزين تسيبوها عايزين تشيلوها براحتكم. انا بقطع كده واعتقد ان المنظر واضح هو ايه. شاورمة اجدع مطعم، قطعوا عشوائي مفيش اي ترتيب في التقطيع. وبالحجم اللي يعجبكم كمان. بس بقى عندنا الشاورما بالمنظر ده، طعم عظمة فظيعة. نيجي لمرحلة الخلط. ما عنديش ولا بولة ولا بولة يا مؤمنين. نعمل ايه دلوقتي؟ ناخد الفراخ دي، ما انا كنت عايزة اخلط والله، بس يعني عايزة بولات. لا بجد والله هخلط في ايه؟ ايه؟ هخلط الفراخ في الصاج، بس يعني مش هينفع في كله. ماشي، هاجي كده واخد من الخضار ومن البصل، ودي طريقتي اللي بعمله بيها. حد عايز طريقه تانية مفيش اي مشكله. واللي جربوا طبعا طريقه الشاورما من عند من سنه اولى طبخ يعني عارفين ان الطريقه دي بتطلع جميله جدا. شويه الحراره اللي في الفراخ بتدبل البصل بالقدر الكافي. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد من الفراخ القمر دي هنا كده، ونعمل طبق فتت فراخ. ماشي، وناخد هنا نص ونص فتت بطاطس بالشاورما. وهاجي هنا برضو على العيش هحط نص فراخ ونص لحمه. طبعا تقدروا تحطوا كميه خضار لكميه لحمه زي ما انتوا بتحبوا على حسب ذوقكم، مفيش اي مشكله. عايزين نحط بقى، بص رقبتي راحت مع الراحه. هنجيب اللحمه وهنعمل نفس اللي عملناه بالظبط، شويه بصل، شوية طماطم، ونقلب. والله العظيم انا بخلص ما توترنيش. حاضر، لازم احط الصوص والمخلل، لما عملناه ليه؟ وادي هنا طبق شاورما، فتت شاورما لحمة، وهنا برضو هنحط نص لحمة. احنا عاملينها نص لحمة ونص فراخ، وهنا برضو بقيت اللحمة. وحاجة كده بالسلطة نقلبها على بعضيها، وهحط هنا شوية سلطة. عشان ايه اللي عايز يزود؟ طيب الكلام الجميل ده مش ناقصه غير شوية صوصات ويبقى تمام. نخلي الخيار بقى، عايزين تحطوه على الفته، عايزين تسيبوه، حاجه ترجع لذوق حضراتكم، مفيش مشكله، كله ماشي وكله كويس. يلا بينا. اخر حاجه الصوص والمخلل يا جماعه. ده ممكن على فكره الميه السخنه تتصب عليه من غير حاجه. طبعا اللي احنا عملناه ده كله هيكون في حلقه هتتعاد النهارده الساعه 8:15، نقدر نلاقي كل الوصفات دي على صفحة القناة. هنا كده شوية مخلل على الوش،
وهنا كمان. التومية فين؟ عندي هنا تومية حطاها في الازازة دي. تقدروا تحطوا تومية، تقدروا تحطوا طحينة، الموضوع يرجع لحضراتكم. هي الفراخ بيليق عليها التومية واللحمة بيليق عليها الطحينة. دي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة الشاورما كلنا بنحبها، واتعملت بطريقتين، سيخ وطبق. تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، وانا بقى هبدأ اروق الدنيا كده واقدم. واحنا بنختم بفكركم ان قعدتنا النهاردة الساعة 8:15، وبفكركم ان كل اللي عملناه بينزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت، والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي وبالانجليزي. اشوفكم على خير واسيبكم في رعاية الله. مع السلامة.